نبدأ رسالتنا أيها الناس الكرام أعزائي المشاهدين في كل مكان، حياكم الله ومع قناة الجولبة. ناصر يقتل الجوالب. ثانيا، عبد المجيد يسرح بالمدرسة في يده جولبة. ثالثا والأخير، مستر بيزنس ومستر فكر مستر بريم. المهم نبدأ مع مستر ناصر ونخبره لماذا بيقتل الجوالب. أولا، أقتل الجوالب لأنها تفعلها فوق السيارة. وما المقصود من أن تفعلها فوق السيارة يا سيد ناصر؟ لأنها تطرح مخلصات الطعام في زجاج سيارتي. ثانيا، لأن طعمها لذيذ. ثالثا، لأنها تحمى فوق النار. رابعا، لأنها حلال وليست حرام، بدل ما صرنا الدجاج فيها حرام. لكن الدجاج حلال يا مستر ناصر، وإذا خريت فوق زجاج السيارة فنمسحه. مدري وحرق، مدري واختزق خراها الحامض زجاج السيارة. كيف بعد ما الواقع؟ زجاج حق سيارة غالي، أغلى من الجولبة. جولبة 5000، زجاج السيارة بقيمتها 10 مرات أو 6 مرات. أهم شيء أنا أقتل الجوالب لأن طعمها لذيذ وهي بلاش في القطعة. أما عن لماذا تعجبني، لأن لونها يعجبني، فلماذا أنطي فريشة وأجعله بسالة؟ وذلك نستفيد منها ونأكلها ونشلحها ونستفيد منها من درس العلوم، حتى أني أتصدق بالحمام، أتصدق به المشرحات. إذا قدي خايسة نقولها القمامة، وإنها ناجحة في من نصيب أي واحد يجي. أعزائي المشاهدين، هذا كان جواب ناصر لقتل الحمام. نشوف الخبر الثاني، عبد المجيد يسرح إلى المدرسة الحمام. عذرا أعزائي المشاهدين، المذيع فهمني غلط. أنا لا أسرح الحمام معي، بل أسرح الحمام. حمام في صندوق أزرق لأنه نظيف، نظيف غير مكشوف، لا تصل إليه الجراثيم، معقم ب600,000 عقد. هذا شيء. أهم شيء أنا أسرح الحمام ولا أسرح الحمام. هذا خبر خطأ. هذا كان جواب المستر عبد المجيد وإلى المستر بزنس والمستر بق وهما يتقاتلان. هذا سلطي، هذا سلطي، ماشي سلطي، لا سلطي، هو سلطي في الحب. وفي النهاية أعزائي المشاهدين سرقناه.